انا عايزاكم بس ايه تسمعوني صوتكم كده، علشان لو النت فيه اي مشكلة الحق اشغل الباقة. تمام يا بنات؟ تمام. تمام. صباح الفل يا ريم. ريم ريم لسه نايمة. صباح الفل. ايه يا بنتي اللي اخرك؟ بس معلش، كانت المساحة في الواتس بتاعي كانت وحشة، فأنا كنت بعدل، ما كنتش أقدر أدخل من حاجة غير لما أعدل المساحة. طيب ماشي، سماح المرة دي. ماشي يا ستي، زي ما قلنا المرة اللي فاتت احنا خدنا القصة بتاعت حابي. قصة حابي كانت جميلة مش كده؟ الولد اللي رجعنا وعرفنا زمان كانوا بيعملوا ايه في او الفراعنة لما بيحبوا يلعبوا، واكتشفنا ان في لعب احنا كنا بنلعبها ايام بتاعتنا احنا دلوقتي، زي لعبة سنيك اند ليدر فاكرينها؟ ان حابي كمان والناس بتوع الفراعنة كانوا بيلعبوها هم كمان. طيب النهارده هناخد حاجة يمكن تكونوا عارفينها، هي كتابة ايميل. أظن كلنا اليومين دول بنعرف نكتب ايميل مش كده؟ طيب لو ممكن يكون حد ما يعرفش، صح؟ ها؟ في حد فيكم ما يعرفش يكتب ايميل؟ لا آه. طيب احنا النهارده هناخد ان احنا writing an email to a friend، ازاي نكتب ايميل لفريند. طبعا الفكرة كلها ان احنا بنتعلم ايه؟ احنا كتبنا ايميل قبل كده في اي سي تي اي ثينك، يعني مش انتوا خدتوه في الاي سي تي تقريبا؟ لا، اعتقد اخذناه الترم اللي فات، يا اما في الكونكت يا اما في الكونكت بلس بلس. اه والله ما فاكرة. الفكرة بقى ان احنا النهاردة هنتعلم زي ما انتم ما بتيجوا تاخدوا كده في العربي الكتابة السردية، اتعلمتوا ازاي تكتبوا قصة، تبعتوا رسالة، تكتبوا تقرير، تعملوا مطوية، مش كل الحاجات دول خدتوها في العربي؟ برضو احنا في الدرس ده بنتعلم، احنا اتعلمنا ازاي نكتب باراجراف، عرفنا العناصر الرئيسية لأي باراجراف، قلنا بنكتب انترو، بنكتب ديتيلز، بنكتب كونكلوجن، وعرفنا كل واحدة فيهم بنجيبها ازاي. الانترو بنجيبها من التايتل، من العنوان بتاع الباراجراف. الديتيلز بناخد كل كلمة من الجايدنج ووردز اللي عندنا وبنحطها في جملة ونخليهم جنب بعض ونحاول نخليهم مترابطين. والكونكلوجن أو الخاتمة بتكون يا إما حاجة أنا بتمناها فبكتب I hope، يا إما أفعال التمني اللي إحنا قلنا عليها اللي هي love و like و enjoy و hate. لما بكون حاجة أنا بتمناها حلوة بقول I love أو I like، لما بتكون أو مثلا enjoy لو رحلة مثلا أو مكان أنا رحت واستمتعت فيه، ولو حاجة مش كويسة بكتب I hate أنا محبتهاش، والفعل بعديها بيجي verb plus ing. دي طريقة تانية للباراجراف. يعني أنا بصراحة مستبعدة فكرة إنها ممكن تيجي في الامتحانات، إن هو بدل ما يقول لي اكتبي باراجراف يقول لي رايت أن إيميل، اكتبي إيميل. بس الفكرة إن إحنا لازم نكون بنعرف نعبر بالإنجلش زي ما العربي كده بيعلمنا إزاي نعبر بالعربي، سواء كان الموضوع اللي هنكتب فيه التعبير قصة، رسالة، تقرير. لازم نبقى عارفين لما يطلب مننا نعبر عن موقف او نعبر عن قصة او حتى نكتب رسالة او نكتب موضوع نعرف نعمله ازاي. طيب النهارده احنا الموضوع بتاعنا لذيذ قوي، how to write an email to a friend، ازاي نكتب ايميل لزميل او لصديق لينا. الكلمات بتاعتنا، حتى الكلمات بتاعتنا النهارده كلمات سهلة جدا، كلمات متداولة، كلمات كلنا تقريبا بنستخدمها. كلمة ايميل فريند، كلمة ايميل فريند، سامعيني يا اولاد؟ يس اوكي. طيب ايميل فريند يعني ايه؟ يعني الصديق اللي انا ممكن يكون انا مثلا ليا صديق في انجلند مثلا في انجلترا،
فانا ما بشوفهوش، تعرفت عليه اونلاين فانا ما بشوفهوش، فبيبقى طريقة التعامل بينا بالايميلات، فبيكون اسمه ايه؟ ايميل فريند. اسمه ايه يا اولاد؟ ايميل فريند، فريند. ايميل فريند. انا عايزه صحصحه كده وفوقان. عمر دخل اهو. صباح لسه ما عملش جويننج اهو. ريم افتحي المايك بقى علشان تبقي مركزه معانا. صباح الفل يا عمر. ما انا لسه كنت بقول طب يا روحي ماشي، انا عايزه بس كله يبقى مصحصح، انا عارفه انتوا لسه ما فطرتوش فعايزاكم بس ايه حضرتك يا ميس صحصحوا الصبح معايا بيقطع. كده، احنا كلنا ايه نفوق مع بعض، تمام كده؟ تمام، الصوت بيقطع كان بيقطع بس اتعدل. شويه، بيقطع شويه انتوا سامعين وبيتعدل، كويس؟ بيقطع شويه وبيتعدل. قولوا لي، طب قولوا لي لو الصوت قطع. اوكي كده بيقطع ولا تمام؟ أكيد كده تمام. تمام، اللي عنده أي مشكلة في الصوت يقول لي. أوكي يا أولاد؟ تمام. تمام يا حبايبي. طيب أول كلمة عندنا يا عمر، يا عمر النهاردة إحنا بناخد درس اسمه How to write an email to a friend، إزاي أكتب إيميل لصديق. أول كلمة عندنا النهاردة إيميل فريند. إيميل فريند يعني صديق المراسلة، الصديق اللي أنا ممكن يكون عايش في بلد تانية أو في محافظة تانية، فأنا بتواصل معاه عن طريق الإيميل، عن طريق المراسلة، فاسمه إيميل فريند. اسمه إيه يا أولاد؟ اسمه إيميل فريند. إيميل إيميل فريند. فريند. تمام. بعد كده عندي كلمة مهمة لأي حد بيشتغل في مجال السياحة، اسمه تور جايد. تور جايد اسمه إيه يا أولاد؟ تور تور جايد. جايد. تور جايد ده هو مين؟ هو المرشد السياحي. المرشد السياحي ده بيعمل ايه؟ بيجايد، جايد يعني بيرشد، جايد ذا تورست، بيرشد السياح لما بيكونوا في اي هيستوريكال بليس، لما بيكونوا واقفين في اي مكان تاريخي زي الاهرامات زي المتاحف، هو اللي بيقول لهم على تاريخ كل قطعة موجودة او كل تمثال او كل اثر موجود، هو اللي بيساعد السياح انهم يعرفوا تاريخ المكان اللي هم واقفين فيه، تمام كده؟ طيب فوتوغرافي، فوتوغرافي نقولها سوا، فوتوغرافي، فوتوغرافي. فوتوغرافي فوتوغرافي يعني التصوير الفوتوغرافي. يعني ايه التصوير الفوتوغرافي؟ ان انا بتصور بكاميرا، مش كاميرا موبايل، بتكون كاميرا خاصة بالتصوير، يبقى اسمه ايه؟ فوتوغرافي، فوتوغرافي اللي هو فن التصوير. ايه؟ فوتوغرافي. فوتوغرافي، برافو عليكم. تمام. بعد كده بيرد واتشنج، طبعا هي الكلمة متقسمة وتقسيمتها مترجماها، بيرد يعني طيور، واتشنج يعني مشاهدة، بيرد واتشنج يعني مشاهدة الطيور. لما أقول لك I like to مثلا bird watching at dawn، انا بحب ان انا اقعد اتفرج على الطيور في الفجر مثلا، او in the morning الصبح، يبقى bird watching يعني مشاهدة الطيور. طيب كلمة عدت علينا كتير جدا environment، 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 environment يعني بيئة، environment يعني ايه؟ بيئة. بيئة. برافو عليكم. تمام. سيوا اويسيس، سيوا اويسيس نقولها سوا، سيوا اويسيس، سيوا ويسس. سيوا ويسس. برافو عليكم. سيوا اويسيس هي اشهر واحة موجودة في مصر، وهي واحة سيوا، وعلى فكرة هي مزار سياحي حلو جدا، السياح بتيجي من كل حتة في العالم عشان يزوروا سيوا اويسيس. طيب عدل طيب جاي. كله مركز؟ تمام. طيب تمام. في بعد كده عندي adjective، الادجكتيف اللي موجوده معانا النهارده، الصفات اللي موجوده معانا النهارده صفات جديده، كلمه gorgeous، gorgeous انا عايزه بقى اسمع نطقها، gorgeous،
gorgeous. جورجيس. برافو. gorgeous يعني لما اوصف حاجه انها جميله جدا جدا, so beautiful, بقول عليها gorgeous. gorgeous يعني حاجه جميله جدا. طيب كلمه awesome, كلمه awesome جات لنا في الكونكت, كلمه awesome معناها رائع او حاجه جامده زي ما احنا بنقولها باللغه العاميه كده, تبقى awesome. اسمها ايه يا اولاد؟ الدبليو ما بتتنطقش. awesome. أوكي. تمام, برافو. كلمة cool برضو قلنا ان كلمة cool ممكن تيجي بمعنى حد cool, يعني حد رائع. this person is cool, رائع حلو كده ولذيذ وقعدته لذيذة. ممكن تيجي بمعنى بارد او ساقع, لما اقول لك مثلا the food is cool, يعني الاكل بارد. تمام, يبقى كلمة cool على حسب ترجمتها في الجملة ممكن تيجي بمعنى شخص cool, this person is cool, يعني الشخص ده لذيذ ورائع وقعدته حلوة, أو ممكن تيجي بمعنى بارد. تمام, بعد كده كلمة interesting. interesting كلمة قديمة خدناها كتير. interesting أسمعها مع بعض. interesting interesting. interesting يعني ممتع, حاجة شيقة كده, حاجة ممتعة. beautiful, beautiful, you all so beautiful, انتوا كلكم حلوين قوي. وكلمة wonderful معناها رائع. طيب في عندنا verbs, واحنا اتعودنا ان احنا بناخد الverb لثلاث تصريفات. احنا ما عندناش الا verbين بس, two verbs في الدرس النهاردة. verb write يعني يكتب, الماضي بتاعه wrote والبي بي بتاعه written, written, written. ونخلي بالنا ان في الثلاث تصريفات الدبليو ما بتتنطقش, write, wrote, written. وverb teach يعني يدرس او يعلم, الماضي بتاعه taught, taught, الجي ما بتتنطقش, نقولها سوا taught, taught, توت توت taught. برافو عليكم. والبي بي بتاعه برضو توت. تمام كده. طيب تمام. الاكسبريشنز اللي احنا بنستخدمها في كتابة الايميل, طبعا احنا خلي بالكم احنا بنكتب ايميل لواحد صاحبنا, ما بنكتبش ايميل لحد كبير او ايميل رسمي, احنا بنكتب ايميل لحد صاحبنا. فبنبتدي الايميل بتاعنا بكلمة دير. دير, دير يعني عزيزي او عزيزتي. لما اقول لك دير ماي فريند يعني يا حبيبي او عزيزي. كلمة باي فور ناو, باي فور ناو لما أكون أنا مثلا هقفل دلوقتي معاكم مثلا وأكلمكم بعد شوية, فأقول لكم إيه, طب باي باي دلوقتي. حتى إحنا بنستخدمها لما بنكون بنتكلم في التليفون, أو مثلا بنكلم حد صاحبنا وانشغلنا في حاجة, فبنقول باي فور ناو, باي فور ناو يعني اقفل دلوقتي أو باي باي دلوقتي وهكلمك تاني. تيك بيكتشرز, تيك بيكتشرز, take pictures يعني هنا مش معناها ياخد, هنا معناها يلتقط, اللي هو يصور بعض الصور او يلتقط بعض الصور. الكلمة اللي انا ارفاكو بيها في الباراجراف كلمة introduction, الكلمة اللي احنا كل شوية عمالين نعيد ونزيد فيها في الباراجراف اسمها ايه يا اولاد؟ introduction. introduction. introduction يعني مقدمة, واحنا بنختصرها بنقول عليها انترو, بناخد اول اربع حروف منها بنقول انترو, لكن هي كاملة اسمها ايه يا اولاد؟ introduction. introduction يعني مقدمة. introduction يعني ايه؟ مقدمة مقدمة, سواء مقدمة مقدمة ايميل, برافو, سواء مقدمة ايميل او مقدمة paragraph او مقدمة letter, يبقى اسمها ايه؟ introduction. write soon, write soon, write soon يعني اكتب لي قريب, يعني لما اكون ببعت رسالة وعايزة اعمل conclusion, عايزة اعمل خاتمة, اقوم كاتب له في الاخر write soon, ابقى رد عليا او ابعت لي قريب. دي كلمة خاتمة تعتبر conclusion, اكتبها لما اكون انا بقى خلاص خلصت الكلام اللي انا هكتبه في الايميل بتاعي, وبقول لصاحبي ايه, ما تنسانيش بقى وابقى ابعت لي انت كمان. طيب all about, all about, نقولها سوا كده, all about, All about.
all all about. about All about. All about يعني كل حاجة عن أو كل شيء عن. لما أقول مثلا I will write for you all about the birds، أنا هكتب لك كل حاجة عن الطيور. مثلا لو أنا مثلا بحكي لصاحبي على مثلا الطيور اللي أنا بتفرج عليها البيرد واتشنج، فهقول له I will write you all about the birds I photoed، مثلا الطيور اللي أنا صورتها. تمام؟ تمام. what about you، what about you، what about you، what about you معناها وماذا عنك، ها وانت بقى اخبارك ايه وعامل ايه، what about you. the closing بتيجي بمعنى conclusion، الاتنين بمعنى خاتمة، حتى هي اسمها the closing اللي بقفل بيها، جاي من كلمة close يعني يقفل. The closing بنفس معنى conclusion بقفل بيها، اسمها الخاتمة، خاتمة اسمها the closing. وناخد بالنا ان الايميل، الباراجراف، اي قطعة انا بحاول اعبر بيها زي الباراجراف لازم بتتكون من نفس العناصر introduction detail وclosing عليه الصلاة والسلام، وclosing او conclusion لازم في مقدمة بعد كده تفاصيل وبعد كده بختم بكلمة. يعني الموضوع ده لو احنا نفذناه سواء ايميل سواء باراجراف، دول اهم عناصر في كتابة الباراجراف، سواء الباراجراف ده ايميل ايا كان الباراجراف ده شكله ايه، بيتكلم عن ايه، موضوعه ايه، موضوع حاجة حلوة، موضوع حاجة وحشة، ايا كان، طالما عملت انترو انترودكشن ديتيلز كونكلوجن او كلوزنج يبقى انا كده عملت العناصر بتاعتي تمام، الباراجراف بتاعي ايا كان نوعه هيطلع معايا سليم جدا. تمام يا اولاد؟ في حاجة صعبة في تمام. الكلمات؟ لا الكلمات طبعا حفظ، مش هنأكد عليها كل مرة. الدرس ده انا عاجبني بشكل شخصي لانه يعتبر مراجعة على الباراجراف، ويعتبر بيأكد على فكرة ان اي الباراجراف ناجح لازم يكون في انترودكشن، مقدمة، details، تفاصيل، و closing أو conclusion. طيب تعالوا نشوف. طبعا هو هنا بيفهمنا الكلمات زي ما احنا قلنا، يعني كلمة gorgeous يعني ايه، قلنا معناها very beautiful، awesome يعني very good، cool يعني modern and nice يعني حاجة cool يعني حاجة wonderful. مثلا كلمة surfing الكلمة دي معناها دي نوع من أنواع الرياضات اللي هو بيركب على بورد، بيبقى سيرفينج اون ا بورد وبيطلع يمشي فوق الموج، طبعا كلنا اتفرجنا عليها في التلفزيون قبل كده. اتفرجتوا على السيرفينج قبل كده في التلفزيون؟ اللي هو الولد اللي بيبقى راكب فوق بورد كده وبيقعد يمشي فوق الموج ويحاول كده ان هو الموج ما يشقلبوش. في الاخر بيتعلم. شفتوها قبل كده؟ لا بالظبط، اوي لازم في الاخر يتشقلب صح. تمام، دي اسمها ايه الرياضه دي؟ اسمها سيرفينج. اسمها ايه يا اولاد؟ سيرفينج. اسمها ايه؟ سيرفينج. سيرفين. برافو عليك. تمام، في كلمه كمان، كلمه نيتنج، ونخلي بالنا ان الكي ما بتتنطقش لان بعديها ان، وقلنا اي كي يجي بعديها ان ما بتتنطقش زي كلمه نو يعني يعرف، الكي ما بتتنطقش زي كلمه نايف يعني سكينه، الكي ما بتتنطقش، الكي لما بتشوف وراها حرف الان بتنسى هي مين اساسا وما بتتنطقش. فكلمة نيتنج، نيتنج يعني خياطة، نيتنج يعني ايه؟ خياطة. خياطة. يبقى انا لما اجي خياطة. اعمل، برافو، يبقى انا لما اجي اخيط حاجة بقول I am نيتنج، انا ايه؟ نيتين. بخيط. طيب بيكينج، بيكينج، بيكينج فيرب خدناه كتير معناه بنخبز، لما اجي اقول ام بيكينج كيك يعني انا بخبز كيك. تمام كده؟ طيب وقلنا بيرد واتشنج، بيرد واتشنج دي ان انا لما اقعد اتفرج مثلا في محميه على سرب طيور مثلا ماشي، او انا بحب اتفرج على الطيور الصبح، البيجنز مثلا، الحمام او ايا كان، يبقى ده اسمه بيرد. مين اللي بيقول تيتشر؟ ماشي. مين اللي بيقول؟ قول يا روحي. نيتنج هذا يعني ايه؟ نيتنج نيتنج يعني خياطة، ما احنا لسه قايلين.
لما اقول I'm knitting يبقى انا قاعده بخيط. حضرتك يا مس الصوت بيقطع، مش بيقطع. الصوت بيقطع. لا طب تمام، الصوت كده واصل كويس. لا يا مس، ده كان يا بيقطع اولاد لو شوية. الصوت، طيب دلوقتي تمام. طيب تمام. لو الصوت قطع يا اولاد قولوا لي عشان اظبط النت. اوكي تمام. تمام تمام يا روحي. يبقى عرفت كلمة سيرفينج دي رياضة، وكلمة نيتينج يعني خياطة، نيتينج يعني خياطة، وسيرفينج هي رياضة السيرفينج، هي على فكرة اسمها رياضة السيرفينج أو التزحلق على الأمواج. أوكي يا أولاد. آخر تمام. حاجة كلمة وايلد لايف فوتوغرافي، هو تصوير الحياة البرية، يعني الناس اللي زي مثلا بتوع ناشونال جيوغرافيك اللي بيروحوا الغابات وبيروحوا المناطق اللي هي البرية اللي بيبقى فيها حيوانات زي الأسود والنمور والحاجات دي، ويحاولوا إنهم يصوروهم ويبعتوا لنا الفيديوهات بتاعتهم. دي اسمها إيه؟ وايلد لايف فوتوغرافي، التصوير البري أو تصوير الحياة البرية. طيب هنا هو بيديني بعض التعليمات إزاي أكتب إيميل، tips for writing an email، يعني تعليمات ازاي اكتب ايميل. اول حاجة زي ما قلنا ان احنا عندنا introduction، عندنا مقدمة بتكون start the email with hi hello dear، يعني اما اكتب hi dear او hello dear، وطبعا انا بكتب ايميل لصاحبي، لكن طبعا لو هكتب ايميل لحد اكبر مني مش هقول له dear، هقول له hello sir او hello ma'am لو انا بكلم واحده ست، لكن طبعا انا ببعت لصاحبي فهقول له هالو دير، يعني ازيك يا صاحبي، ازيك يا حبيبي. اوكي تمام. بنهي الايميل بتاعي، الكلوزنج او الكونكلوجن بتاعت الايميل بتاعي بتكون with باي فور ناو، يا اما اقول له انا هقفل دلوقتي، باي باي دلوقتي، او هقول باي بس، باي باي يور فريند كذا، بكتب اسمي اقول له انا صاحبك فلان، واكتب له في الاخر رايت سون. رايت سون يبقى رد عليا ايه؟ قريب. تمام يا اولاد. طيب تمام. في كمان حاجه مهمه جدا، انا في الايميل بستخدم حاجه اسمها كونتراكشنز. كونتراكشنز يعني ايه يا اولاد؟ اسمعها بقى مع بعض. كونتراكشنز، contraction contraction كونتراكشنز، كونتراكشن، contraction contractions يعني ايه؟ contractions يعني اختصارات. يعني ايه اختصارات؟ يعني ما ينفعش مثلا ان انا اكتب حتى في الكلام العادي I am، لا انا بكتب I apostrophe M. He is، ما ينفعش اكتب he و is، لا بكتب he apostrophe S. يعني انا لما باجي اكتب، هي دي ما تعتبرش اختصارات كاملة، بس انا الايميل بيبقى محدد معايا بعدد كلمات قليل، فما ينفعش ان انا اطول في الحروف، سوري عدد حروف قليل، فما ينفعش ان انا اطول في الحروف وانا بكتب ايميل، فبستخدم الكونتراكشنز اللي هي الاختصارات علشان احاول ان انا اكتب اكبر قدر باقل عدد من ايه؟ من الحروف. يبقى لو هكتب مثلا هي از، انا مش هكتب هي وهكتب از، لا هكتب هي ابوستروف اس. لما هاجي اكتب اي ام هكتب اي ابوستروف ام بدل ما اكتب اي ام، يبقى هستخدم الكونتراكشنز عشان انا اصلا في الايميل بيكون مسموح لي بعدد حروف قليله. تمام كده يا ولاد. طيب use adjectives to make your email interesting، يعني ايه؟ ان انا احاول استخدم في الايميل بتاعي بعض الصفات اللي تخلي اللي بيقرا الايميل بتاعي يبقى مستمتع، زي كلمه gorgeous، زي كلمه cool، وطبعا ده بيبقى على حسب اصلا نوع الايميل اللي انا بكتبه. يعني لو انا مثلا بحكي لصاحبي ده عن حاجه حلوه قوي، رياضه انا بعملها، هوايه انا بمارسها، اقول له it's cool it's gorgeous، فانا هستخدم له صفات تخليه وهو بيقرا يبقى حاسس او وصل له الاحساس اللي انا حاسس بيه، ان الرياضه دي حلوه، الرياضه دي جميله، مشوقه، رائعه. فهمت انا اقصد ايه؟
سامعيني يا اولاد؟ تمام، يس ممكن. انا عايزاكم تصحصحوا عشان انا حاسه ان انتوا نايمين. ايوه كله فوق كده. تمام، اخر حاجه خالص، ask your email friend one or two questions. لازم طبعا نخلي بالنا ان احنا الايميل فريند ده احنا معظم الوقت بنكون حد ما نعرفوش او حد ما شوف. هو ألو، ايه فلم سامعني؟ الصوت قطع. الصوت قطع. طب انتوا كده سامعين ولا ايه؟ كده تمام سمعت. تمام تمام طيب زي ما قلنا ان الايميل فريند ممكن يكون حد انا ما شفتوش قبل كده، فالمعلومات اللي عندي عنه مش كتير، فالمفروض ان انا برضو برجع اساله اقول له طب انت هواياتك ايه؟ انت بتحب تلعب رياضة ايه؟ يبقى ask your email friend one or two question. عرفنا الايميل بيتكتب ازاي؟ يس يس تمام تمام تعالوا نشوف تطبيقه عملي. يعني ايه تطبيقه عملي؟ هنشوف الايميل اللي موجود عندنا مكتوب ازاي. اهم حاجة والنبي يا اولاد اكدوا لي ان انتوا سامعيني كويس. تمام تمام. تمام يا روحي، تمام يا حبايبي. طيب انا عندي دي صفحة الايميل على اللابتوب او على التليفون، بتكون مكتوب فيها from، اول حاجة مين اللي هيبعت الايميل، فانا عندي سارة هي اللي هتبعت الايميل. to هتبعته لمين، فهي هتبعته لشارلوت صاحبتها. ايه شارلوت ولا شارلوت؟ شارلوت اسمها؟ شارلوت. شارلوت صاحبتها. طيب وسبجكت موضوع الايميل هو نيو ايميل فريند، هي كاتبه زي ال هتتكلموا في ايه او موضوع الايميل ايه، فهو كاتبه ان هو ايميل لصاحبتي. طيب تعالوا نشوف هي طبقت ازاي التيبس اللي احنا قلنا عليها دي في كتابة الايميل. اول حاجة كاتبه دير شارلوت، دير شارلوت حبيبتي شارلوت او عزيزتي شارلوت، لان هي صاحبتها. الانترودكشن بتقول لها ايه؟ هلو ازيك، I am your new email friend، انا صاحبتك الجديده بالمراسله او صاحبتك اللي بتبعت لك رسائل الجديده. بتعرفها على نفسها، بتقول لها I am 10 years old and I live in Luxor in south of Egypt، انا صاحبتك الجديده عندي 10 سنين وعايشة في الأقصر في جنوب مصر. طيب بتبتدي بقى تعرفها على نفسها، المفروض ان ده اول ايميل هي هتبعته لها، فبتقول لها هي مين وساكنة فين وعايشة فين. طيب نحكي شوية اكتر عن سارة، بتقول لها my favorite hobby is bird watching، انا اكتر هواية بحبها هي مراقبة الطيور او مشاهدة الطيور، which is when you watch birds in their natural environment، ودي هواية بتوصفها لها، بتقول لها انك لما تقعدي تتفرجي على الطيور في الطبيعة بتاعتهم او البيئة الطبيعية بتاعتهم بيتصرفوا ازاي وبيعملوا ايه بالظبط. My dad is a tour guide، بابايا مرشد سياحي، and he takes people to see birds on the river، وهو كمان من ضمن الجولات اللي بيعملها للسياح ان هو بياخد الناس ويوريهم الطيور اللي بتقف عند نهر النيل. He taught me all about the different birds، وهو اللي علمني كل أنواع وأشكال الطيور. Two، I know they live and where they live and what they eat، أنا حتى بقيت عارفة هما بيعيشوا فين وبياكلوا إيه. There are so many gorgeous birds here، ده في هنا مجموعة رائعة وجميلة جدا من الطيور عندنا. Bird watching is awesome، هواية مشاهدة الطيور حاجة جميلة جدا أو حاجة رائعة جدا. My other favorite hobby is photography، الهواية التانية بتاعتي هي التصوير الفوتوغرافي. I love taking picture and recording videos of the birds we see، أنا بحب إن أنا أصور البيردز اللي احنا بنتفرج عليها، الطيور اللي احنا بنتفرج عليها، سواء اخد لها صور او اسجل لها فيديوهات.
photography is so cool، التصوير حاجة حلوة قوي أو حاجة cool، حاجة جامدة قوي يعني. What about you؟ بتسألها بقى في الconclusion. طب وانتي بقى ايه أخبارك؟ الدنيا عندك عاملة ايه؟ ايه الهوايات بتاعتك؟ What do you like doing in your free time؟ ايه اللي انتي بتحبي تعمليه في وقت الفراغ بتاعك؟ Bye for now سارة، باي باي دلوقتي سارة. شفنا الإيميل سهل إزاي؟ ها؟ دلوقتي سهلة في أوي. حد شايف، في حد شايف إن الإيميل فيه أي حاجة رخمة؟ لا لا. تمام؟ اه تمام. طيب أنا عايزة بقى أسمع صوتكم عشان ما أحسش إن أنتوا نمتوا. ها؟ تمام Ladies first، نبتدي بالآنسة مريومة. تمام يلا يا مريومة قاري. أبدأ من أول بارت ولا أبدأ من سارة؟ هو المفروض بقى انت تعرفيني الايميل بيتكتب ازاي، يعني اول حاجه مين اللي بعتاه؟ ساره بعتاه تو مين؟ تو تشارلوت. الموضوع بتاعه ايه؟ نيو ايميل فريند. يلا سارة مريومه. يعني سارة اللي بعتها وتشارلت اللي بتستقبل الإيميل، برافو. ايوه والموضوع نفسه new email friend برافو، لصديقة. برافو عليك. يلا اقري بقى. Dear Charlotte، حبيبتي Charlotte، ألو. لا لا ما تترجميش، انا عايزه اسمعك بتقري بس ما تترجميش. انا بس كنت اقصد ان هو يكون واصل لك او فاهماه. Hello, I'm your new email friend. I'm 10 برافو. years old and I live in Luxor, in the south of Egypt. South of Egypt. South of Egypt. برافو عليك. كملي مريم نبت ولا ايه؟ مريومة كنت مفكرة اني يلا خلاص. كملي. My favorite hobby is bird watching, which is when you watch birds in the natural environment. natural environment. Natural environment. My dad شكرا يا is مريومة، an مريومة شكرا، برافو عليك، قرايتك الجميلة والله بجد. الأستاذ عمر، عمر ايوه بس ايه عمر ده، انت يعني البطل وسط البنات. ايه البطل نايم كده ليه؟ يلا يا بطل. my dad is a tour guide سعيد برافو. and he takes people to see bear on the river. Birds to see birds. See bird on river. Is that me? ايه All about he told he has taught me. He has taught me. he has taught me all about the different birds too. I know. Where? I know where they live and what they eat. شكرا يا موري، شكرا يا عمر. ها أنسة سمسمة، سمسمة سما سوري يا نايمة ولا ستي، لا قرأت والمايك مقفول. سوري ايه؟ قرأت والمايك مقفول. There are so many gorgeous birds here. gorgeous. بصي بصي قوليها معايا gorgeous. 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 Birds here. Bird watching is